مساء الفل على الجميع. هنتكلم يا جماعة اليوم عن مادة طبيعية. مادة طبيعية إلها طريقتين، يا بنجيبها من الصيدلية أو مكمل غذائي، يا إما بنجيبها بطريقة هقولكوا عليها. إكسير الحياة، شايفين اللون؟ حاجة زي اللبن ولونها مصفر شوية، وكتير جدا من إخواتنا في الشام وإحنا وكلنا عارفينها، وإخواتنا البيبي والعرب. إكسير الحياة هيبة من ربنا، حاجة ربانية أدها لنا الله سبحانه وتعالى. اللي انتوا شايفينه هذا اسمه، هذا اللي من الصيدلية اللي هو المكمل الغذائي، هذا جماعة اسمه اللبأ. اللبأ لام به ألف وعليه همزة، لبأ، وبيقولوا عنه اللبي اللبة. المهم حتى في السعودية والحتت هذه الناس كلها عارفاه. هذا جماعة اللي انتوا شايفينه عبارة عن الأم، وأغلب الناس المتزوجين عارفين. ومعنا ضيف فخر الحلقة، عايزة أخليه يتكلم عن فوائده برضو لأنه مجربه. اللبأ يا جماعة الأم بعد ما بتولد الطفل بينزل حليب اللي هو بنسميه في مصر السرسوب. السرسوب اسمه اللبأ، أو بالاسم العلمي بالإنجليش كوليستروم. كوليستروم اللبأ بيبقى عبارة عن مادة صمغية شوية لونها أصفر جدا، بتنزل قبل اللبن عشان تكون أول شيء ربنا خالقه للطفل إنه يتغذى عليه. فوائد خيالية، مضادات للمناعة. لا المهم قبل ما اتكلم عن فوائده، عايز اقول لكم يا جماعه من وين نحصل عليه. طبيعي كمادة طبيعية ربنا خلقها، ومن وين نحصل عليه؟ من الصيدلية. عايزين نحصل عليه اللي انتم شايفينه هذا، هذا مكمل من الصيدلية مثلا، لكن رجلي كانت تعبانه جدا وعشان كده قلت حرام افوت المعلومة عشان عالجت رجلي بيه والعظام. اللبأ من البشر بيكون عند الام في اول فترة ولادة، بعد ما تولد الطفل بتقعد يوم اتنين تلاتة في مادة قبل اللبن بتنزل لونها أصفر، هي اللبأ، مادة صفرة خالص. طب لو من أعزكم الله من الحيوانات، الإبل، الغنم، الماعز، البقر أو الجمل، بندور على أي حد قريب منا مربي جمل أو ماعز أو غنم أو بقر وتكون لسه والدة، بيكون معانا أول ثلاثة أيام بعد ما يعني نفترض البقرة أو الماعزة ولدت جنين جديد، بيبي جديد، بعد الولادة عندنا 3 أيام نقدر ناخد الحلبة الأولى لغاية 3 أيام، بتنزل مش حليب اللي بتغذي بيه رضيعها، بنقدر ناخده إحنا، بيبقى لونه أصفر جدا، مادة صفرة. اللي بناخده بقى من الماعز أو كده بيبقى الحلبة معنا 3 أيام ناخدها وتكون لسه والدة. في اللحظة هذه بنجيب كوب منه المادة الصفراء مثلا من الماعز الثلاث أيام الأولى بعد ولادتها، وبنخلطه على أربع، هذه الطريقة اللي عايزين نعمله، بيبقى عامل زي البيض المقلي، وبنخلط كوب واحد من المادة الصفراء هذه اللزجة الصمغية اللي هي اللبأ على أربع كوبايات من اللبن العادي، ونحطهم في إناء حبيبي يا بابا، ونحطهم في إناء، ونحط الإناء في إناء أكبر فيه مية، والمية تغلي على النار هادية، ونسيبها شوية لغاية ما يبقى زي الجميد، هيجمد. في اللحظة هذه بنطفي عليه ونرش عليه شوية حبة البركة وشوية عسل ونخلطهم، وبالهنا والشفا نقدر ناكله. نقدر نعمل الموضوع هذا كل فترة، ما كانش بنجيبه من الصيدلية، اسمه لبأ أو كولستروم للماعز أو الأبقار أو الجمل، موجود في الصيدليات كلها مكمل غذائي. فوائد خيالية للأطفال، وشوف ربنا خلقه أنه أول حاجة تدخل جسمه، للمناعة، للحبسة الكلامية، لكل شيء نتخيله، لألم العظام، أي التهاب في الجسم، للناحية الجمالية، لإشراقة البشرة، للجلد، لتقوية الشعر، عشان الحبسة الكلامية عند الأطفال، لتقوية كل شيء في الجسم، العظام، مضاد للروماتيزم، حلو لمشاكل الصدر، لألام المعدة، ألام الظهر، ألام العظام، المسالك البولية، الجهاز التنفسي، الجهاز البولي، أعضائنا كلها، إزالة السموم من الجسم، تقوية المناعة، فقر الدم. الناس اللي بيحسوا بشرتهم جافة أو عدوا سن الأربعين خمسين، حتى لو عمرك سبعين سنة بدون ما أقسم بالله هتحس إن أنت كأنك اتولدت من جديد. هو ربنا خالق اللبأ إنه يدخل جسم العيل أول ما يتولد حتى قبل اللبن. فتخيلوا للناس الكبيرة برضو مش للأطفال فقط، عشان كده موجود منه مكملات اللي هي متقطرة عبارة عن حليب بودر، وبيكون هذا لونه تمام. بنوصي حد يكون عنده، لو احنا ناس كبيرة في السن وعايزينه، بس يا بابا بنوصي حد يكون عنده معزة، بقرة، جمل، اي حاجة لسه والد، معنا 3 ايام نقدر ناخد الحلبة الاولى الصفرة، وزي ما قلت لكم الطريقة. ما كانش طبعا هي للطفل معروفة من الام في فترة ما بعد انها تولد على طول، الفترة الاولى اللي بنقول عليه السرسوب، او ان احنا بنجيبه مكمل غذائي كولستروم موجود في الصيدليات، بيعالج اكتر من 100 مرض في الجسم. مش عايز اقول لكم يا جماعة، فوائد خيالية. بنعمل لنا كل يوم واحدة
كمشروب. ومعانا ضيف في الاخر عايز اخليه يتكلم يا جماعه عن فوائد السرسوب، يعني شفط كميه لبق وسرسوب خياليه. معانا الاستاذ ممو. ممو قول لنا قديش شفط انت من لبن السرسوب؟ وريني كده ما شاء الله. اهو يا بابا اهو، يعني انا شربت لبق لما شبعت وعايز اقول للناس سلم على ماما، انا ملك السرسوب. اسف يا جماعه بس حبيت اشارك الحبيبي هذا. الحمد لله عندي الاطفال كلهم بعد الولاده. طبعا اللي بيعاني في المستقبل لما يكبر انه عنده التهابات في الجسم ودايما تعبان وعظم واجع، واعرف ان انت وانت صغير في اول فتره بعد الولاده اول اسبوع يعني ما رضعتش، ممكن يكون لبن صناعي او ان احنا ما رضعناش لبن السرسوب، لان هذا ربنا خلقه مضادات اكسده، مضاد التهاب، عشان الطفل يتكلم، عشان تعديل الكوليسترول، تعديل ضغط الدم، تنشيط الجسم، مضاد طبعا للحاجات اللي زي السكري، حوالي 100 مرض في الجسم بيعالجهم هذا السرسوب اللي هو اللبق او الكوليستروم. انصحكم بيه كوبايه في اليوم، او حسب مثلا جبنا كميه لقد ما تخلص، او كوب يومي لو جبناه مكمل غذائي. اما لو جبناه طبيعي ناتشورال من مثلا معزه لسه والده، يبقى لغايه ما نخلص الكميه اللي عندنا ونقعد لنا فتره ثانيه ونقدر نجيبه ثاني للناس الكبيره والصغيره. وما شاء الله بصوا العضلات ما شاء الله، ملك السرسوبه حبيبي يا بابا يا عسل. احلى مسا عليك، وانصحكم بيه جدا يا جماعه. وانا يعني انا جبته لان ركبتي طقت وتعبتني جدا حوالي اسبوع، الم رهيب بدون ما اقسم، مش عايز اقول لكم، جبت الطبيعي اللي هو زي البيض المقلي وعملته على كذا يوم واكلته، خيال اكسير الحياه فعلا. لو 70 سنه تحس ان انت لسه مولود من جديد. وبصوا اكبر دليل. احلى مسا عليكم. ما لقيناش نقدر نجيبه من الصيدليه اللي هو الكوليستروم. والسلام، ختام، باي باي. Bye-bye. Bye-bye.